السلام عليكم صفا، لاباس عليكم خوتي المغاربه في داخل الوطن او خارج الوطن. معكم بلاك بايكر فلوغ، فيديو جديد كما قريتو في المينياتير وكما قريتو في العنوان وكما كتشوفوا دابا. اليوم حلقه خاصه عند الشركه ديال شايونغ اختصاصيه في البلو، كما كتشوفوا هما الاشكال والانواع وكل شيء، اشكال ولي طاي تشيبلاس 100%، وكتعتبر شركه رقم واحد في ديبلو، مختصه في الفيتاس ومختصه حتى في ديسكوتر كبار وسكوتر صغار. هنا اليوم ان شاء الله جبت لكم لي طاي وجبت لكم الشكالات كاملين ديال ديبلو ديال شايونغ. هنا غادي نبدا لكم ان شاء الله اليوم بالفيتاس، نبدا لكم بواحد الديامتر واحد العبار لي ستوندار. ما كاينش شي واحد لا في المغرب لا في خارج المغرب ما كيستعملش هذا العبار، هذا هو اللي غنبدا به ان شاء الله. هذا هو العبار اللي هضرت لكم عليه، هو الغني عن التعريف، وما كاينش شي دراجه ناريه ما كتستعملش هذا العبار لي طاي ستوندار ديال 17، البنو ديال 17، كاين البنو ديال القدام والبنو حتى ديال اللور، اللي هو ديال اللور ديما كتلقى جوج على 75-17، وهذا ديال اللور هو جوج على 75-17، وديال القدام كتلقى فيه جوج على 50-17، جوج على 50-17. هنا هادو هما البنوات اللي اكثر انتشارا واكثر استعمالا في الدراجات الناريه الصغيره ولا الكبيره. راه كتلقى حتى موتور يعني 150-125 يعني بالبيرمي ماتريكول كبير، كتلقى حتى هو كيستعمل البنوات ديال 17 وهاد البنوات بالخصوص. وهاد الشركه غنيه عن التعريف، كتمتاز بلا كاليتي ولا ماتيغ بروميير ديالها، باش معروفه شايونغ، معروفه عالميا، والمطر الشينوا كلهم 96 650 ثانيا البيكان 33 الاس اش، كل شيء كيستعملوا هاد البنوات ديال 17 لا ديال اللور ولا ديال القدام. ديسبونيبل الدراري ها هما الاثمنه، وكاين اليوم واحد البروموسيون فيهم والاثمنه مزيانه ومزيانه بزاف. انا فيما يخص الاخوان باش ما نطولش عليكم باش الفيديو ما يكونش طويل، يعني اليوم خاصه الحلقه خاصه غير ديال البنوات تيبليس ديال لا مارك شايونغ. المهم اليوم سبقت لكم دابا هاد البنوات هادو ديال الاكثر انتشارا اللي تيستعملوهم بزاف، وغادي نجيب لكم اليوم عندنا اليوم ثلاثه ديال لي طاي، اليوم ثلاثه ديال لي طاي. انا سبقت لكم الطاي الاكثر انتشار، عاد نبقى غادي معكم تدريجيا. دابا غنبدا لكم ان شاء الله، غادي نهز لكم دابا واحد العبار اللي حتى هو اكثر انتشار بزاف، وغنبقاو ديما مع شايونغ. دابا البنوات عشاق ديال السكوتر، الناس السكوترات ديال لابريريا، النيترو، الروكيت، البيويز، ستانت، الناس اللي تيقصروا صحاب ستانت، هو دول البنوات ديالكم 130-70، البنو ديال اللور هو 130-70-12، أي موتور عنده البنو ديال 12 راه يخدم ليه هاد البنوات هادو. ها هما باش نقلبهم مزيان، ها هما ها هو 170، أيا 130 البنو ديال اللور 130-70-12. هو شو الديامتر تبارك الله، والبنو تقيل تقيل تبارك الله، البنو يعني كتحس بلا كاليتي ديال البنو مخيره. وكاين البنو ديال القدام ديالو 120-70-12، هيا 120-70-12، هذا البنو ديال القدام. كما قلت لكم هاد البنوات هادو ديال السكوترات ديال الابريليا، الابريليا الار اس والاس ار، الابريليا الاس ار، الروكيت، البي ويز، ستانت، وحتى النيترو، حتى النيترو. المهم اي موتور كيخدم عنده بنوات ديال 12 تيبليس يخدم له هاد البنوات هاد العبار ديال 130-70-12 بالنسبه للور، و 120-12 بالنسبه ل 120-70-12 بالنسبه للقدام. هادو هما البنوات ديال الاكثر انتشارا، سكوتر الاكثر انتشارا، لي ستوندار سكوتر ستوندار اكثر انتشارا. دابا غنتقلوا عنده واحد البرو اللي صراحه محقق واحد الانتشار خطير وخطير بزاف، خليكم معنا. الوغ دابا اخر سلسله في البنوات، واخر عبار في البنوات، واخر شكل في البنوات، برو ديال الاس اش، برو ديال الهوندا اس اش، لا ديال القدام ولا ديال اللور. بنوات الدوريجي اللي تيجيو مع الهوندا اس اش، واللي تيجيو في الهوندا اس اش كيطيحوا فيها
في العبار ديال الامريك لانه كيخدموا ليها 100% لا في الفريناج لا في كل شيء، ما كاين لا زليق لا والو لا ماتيير بروميير باش مخدوم من هاد البنوات ديال لا مارك شايونغ فروم تايوان. عندنا هنايا ديال الهوندا اس اش لا 125 لا 150 لا حتى 300 120 80 16 هو هاد البنو ديال لور 120 80 16 وكتشوفوا الاخوان هنا البنو ديال القدام 180 16 هيا 100 ديال 80 16 بنوات ديال الاس اش تيبليس 100% هادو اش نقول لكم هادو خدامين 100% ديال الهوندا اس اش كما كتشوفوا الدراري 100% عشاق هوندا اس اش والسكوتر اللي كيتعتبر اول رقم واحد اكثر شعبيه وانتشارا في المغرب صراحه اللي كنشوفه كبير صغير هوندا اس اش غنيه عن التعريف الدراري موتور هضر على راسو بنوات ديسپونيبل ديالو اللي كيطيحوا فيه ويخدموا ليه 100% ديال تايوان الدراري بنوات ديال تايوان في عمر هضر لا مارك شايونغ ما قلنا الدراري البنوات راهما كلشي في الموتور راهما ديسپونيبل لا مارك شايونغ والكميه راه محدوده كما كتشوفوا هنايا الكميه راه غير محدوده ديسپونيبل ولا في ستوك الداخل حتى هو راه كاينين بزاف وهاد لا مارك شايونغ راه محقق رقم واحد في المغرب بالنسبه للبيس دو شونج بالنسبه للبنوات كيخدموا 100% والثمن ديالهم راه مزيان وحتى الكاليتي باش مخدومين راه مزيان وماشي ديال الشينوا راه فروم تايوان الدراري فروم تايوان يعني لا كاليتي والماتيير ما تخافش سوق بعينك مغمضين ما كاين لا زليق في الطريق الفريناج كيف فراني الموتور يعني داك الكاليتي باش مخدوم البنو يعني كيخليه يعض في الكودرون وما كاينش لا انزلاق لا حتى شي حاجه. دونك الدراري دابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو والنهايه ديال الحلقه اللي كانت خاصه بالبنوات والشركه ديال شايونغ اللي شفنا جميع المقاييس شفنا الفيتاس ديال الفيتاس مطر صغار ديال 17 وشفنا ديال 12 وشفنا ديال 16 هادو كاملين شفناهم اللي اكثر انتشارا هما العبارات اللي كتشوفهم في المطر بزاف. بلاك بايكر فلوغ فيديو جديد اختصاصيه اليوم ديال الروايد بنوات مارك شايونغ. السلام عليكم فيديو جديد ان شاء الله.